وفي نشرة سابقة أشار سعادة السيد محمد البلوشي عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس إلى الاتفاقيات التي عقدت بين المؤسسات الحكومية مع عدد من الهيئات العالمية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي. من أهم الأمور أو آخر الأمور التي يعني وافق عليها المجلس بالأغلبية وهو مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت العظم وفشت الجرم محميتين طبيعيتين نظرا لما تحتويه المنطقتين من ثروة بحرية باعتبارها المصدر الرئيسي للأسماك، كذلك ما تتميز به المنطقتين من الحياة الفطرية والشعب المرجانية النادرة جدا. كذلك هناك اتفاقيات أبرمت ما بين وزارة البيئة والنفط مع عدد من الهيئات العالمية للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي، ووافق على هذه الاتفاقيات المجلس بالإجماع.